ميلاد، بتعرفي شو هو السبب الرئيسي والأول للوفيات بالعالم؟ أكيد الحوادث. أنا على فكرة كمان كنت مفكرة أنه الحوادث هي السبب أو هي من أوائل أسباب الوفيات، لكن طلع هالحكي مش مظبوط، لأنه آخر الإحصاءات بتقول أنه 25% من سبب الوفيات بالعالم هي أمراض القلب. وأمراض القلب كمان والله بتعتبر أنه هي السبب الرئيسي والأول للوفيات بالعالم. انت عارفه كمان ان مش بس امراض القلب، بل العلاج من امراض القلب صح، وخصوصا العمليات كتير صعب. زمان يعني انا عندي تجربه شخصيه من 20 سنة، حد عزيز عليا جدا من اهلي خضع لعمليه قلب، قعدت بعدها 40 يوم على ظهرها. فهم تكنيكلي عالجوا القلب بالعمليه وبعد كده بوظوا الظهر خالص، فابتدينا ان احنا نصلح الظهر. اعتقد دلوقتي الموضوع اختلف. ايه بس هاي العمليه اللي عم تحكي عنها قد ايه صار لها؟ 20 اكزاكتلي 20 سنه. يعني من 20 سنه لليوم التقنيات الطبيه تغيرت وصار في بالضبط. يعني قبل كانت الجرح تبع العمليه كان كثير كبير، كانوا يفتحوا الصدر من فوق لتحت. اليوم ميرات صاروا يعملوا جرح كثير بسيط وكثير صغير ويعملوا عمليه القلب.